سود الأطلسي، المغرب الشقيق، عملتوا كل اللي عليكم، لعبتوا 6 مباريات في كأس العالم ما حصلتش من أي منتخب عربي أو أفريقي حتى الآن، ولسه كمان المباراة 7 إن شاء الله بأمر الله يوم السبت. الله ينور عليكم، هارد لك المنتخب المغربي الشقيق. المنتخب المغرب عمل كل اللي عليه في حدود إمكانياته، إمكانياته العالية جدا، عمل كل حاجة تتعمل في ماتش فرنسا النهاردة، وفرنسا بأقل مجهود، ويعني فعلا فعلا بأقل مجهود قدروا يحرزوا 2 وانتهت المباراة 2-0 لصالح فرنسا، علشان فرنسا تقابل الأرجنتين في النهائي يوم الأحد بمشيئة الله، والمغرب هيقابل كرواتيا يوم السبت على المركز الثالث والرابع إن شاء الله بأمر الله. مغرب عملت كل اللي عليها، شرفتونا، شرفتوا أفريقيا وشرفتوا العرب وشرفتوا المسلمين. ألف 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 مبروك للمغرب، بطولة قطر لا تنسى في تاريخ المغرب، وهارد لك النهاردة ماتش فرنسا، أول إخفاق للمنتخب المغربي خلال البطولة، طلعتوا كندا وكرواتيا وبلجيكا وأسبانيا وبرتغال، يعني عملتوا كل حاجة تتعمل. كان فاضل النهاردة فرنسا، توفيق وعدم توفيق، واضح إن في إجهاد كبير على المنتخب المغربي، بذلوا مجهود كبير خلال ال5 مباريات السابقة، والنهاردة مباراة صعبة مع بطل العالم. هارد لك المنتخب المغربي، وبانتظاركم ان شاء الله في الفترات القادمة نكونوا في احسن حال، وتكونوا بجانب المنتخب المصري في كأس العالم اللي جاي، وتحققوا سوا كل البطولات ان شاء الله بأمر الله. الف الف مبروك للجمهور المغربي الشقيق للوصول للمباراة 7 في كأس، وهارد لك للمنتخب المغربي، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله يوم السبت بأمر الله مع كرواتيا على المركز 3 بأمر الله. شكرا، السلام عليكم. سود الأطلسي، المغرب.